السلام عليكم، انا السويدي ليلى، عندي 45 عام 27 عام وانا عايشه في المغرب هنا. في الاول القنصليه ديال الجزائر ما كانتش، كان مجي عندهم كيبقاو يقولوا لي جيبي جيب. يلا اتصلت بيا البارح القنصليه ديال الجزائر ومشيت عندهم. انا دابا نيت كاينه حدا القنصليه، الله خرجت من القنصليه دابا شي قسمين باش خرجت من القنصليه ديال الجزائر. دابا كيطلبوني باش نجيب لهم ورقه الخلق ديالي، ورقه الخلق ديال با، ورقه الخلق ديال جدي باش يصاوبوا لي الورق. انا ما كنطلبش من القنصليه ديالي اللي كتصاوب لي الورق، انا كنطلب من سيدنا هو اللي كيصاوب لي ورقيه. انا كنطلب من سيدنا يتدخل في هذه القضيه ديالي ديال الورق. كنطلب من محمد السادس، عاش الملك عاش الملك. هو السبب اللي خلاني المغرب بلاد الكرم، هو دي البلاد ارتحيت فيها. ما بقيتش انا كنقول انا فعلا الدم ديالي كيجري فيه الدم ديال الجزائر، واني انا ما بقيتش زعما ما حتى اللغه ديالي حتى اللهجه ديالي مشات بالنسبه ليا جزائريه. شحال من واحد كيغوت عليا كيقول لي انت ماشي جزائريه، شحال من واحد كيعرفني بلي انا مغربيه ماشي جزائريه. الطلب ديالي هو الورق ديالي ورق ديال ولدي. شوفوا من حالي ومن حال هذاك الدري سيدنا، و انا كنطلب من سيدنا وكنطلب من سيدنا الجنسيه مغربيه، وكنطلب من سيدنا ورقيه ورقي ولدي. كنطلب من الله وكنطلب منك، انا تحت الرحمه ديالك انت وتحت رحمه الله سبحانه وتعالى. انا باش غوتوا عليا القنصليه ديالي البارح ما نعسش، وليت مخلوعه كنقول ربما غيصيفطوني اكسبيلسي في حالتي لبلادي وبزاف د الحوايج. واني دابا كي دخلت وخرجت بالفرحه باش خرجت ما صدقتش، وليت نقول صافي غيصيفطوني في حالتي، لا انا لا ولدي غيهزوني غيصيفطوني في حالتي لبلادي. واني انا ما بغاش واخا دمي كيجري فيه الدم ديال الجزائر، واني انا كنطلب من سيدنا هو اللي ساعدنا، كنطلب من سيدنا هو اللي يوقف معايا على الورق ديالي.